إليكم أول ظهور للفنانة فخرية خميس بعد شائعة وفاتها، وإليكم محطات صعبة وصدمات قابلت فخرية خميس. قبل كل شيء لا تنسوا الذكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في 3 أبريل 1960 ولدت الممثلة العمانية فخرية خميس العجمي بالكويت. في طفولتها لم يكن لديها طموح فني، إذ كانت ترغب في أن تكون كابتن طائر أو في الجيش. لقبتها الإعلامية الكويتية أنيسة محمد جعفر ماما أنيسة بسلطانة الخليج، نظرا لمشاركتها في الكثير من الأعمال الخليجية. هي الأجرى على الإطلاق في فنانات الخليج، إذ وصفت نجمات وبالتحديد بعض الفنانات وصفتهم بفقاعة الصابون، وقالت مع العلم إنهن مجرد فقاعة صابون نهايتها أسرع من بدايتها، لأن الفنان قبل كل شيء لازم يكون أخلاق، والفنان الحقيقي هو من يحترم الأكبر منه ويسمع منه ويحترم مواعيده ويحترم نفسه قبل كل شيء. تزوجت فخرية خميس من سامي البحريني وأنجبت منه 3 أبناء هم ألفئي وآمنة وعبد الله، وظلت حياتها هادئة حتى أصيب زوجها بمرض السرطان والذي عانى منه لفترة، وقد ظل يتلقى العلاج في ألمانيا، وسافرت معه لتقف إلى جانبه في تلك المحنة الصعبة حتى توفى في عام 2011. في تلك المرحلة قل إنتاج فخرية خميس الفني، وهذا ما عبرت عنه في لقاء لها، قالت إن رحيل زوجها حملها مسؤوليات إضافية، فقد عاشت فترة مرضية قاسية معه وعاشت بعدها لأبنائها فقط. فخرية خميس خضعت لعملية استئصال ثديها وأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط خلال شهر نيسان إبريل 2021 بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في شهر أيلول سبتمبر 2020. يا الله لك الحمد والشكر بفضل الله وسبحانه وتعالى وعنايته، بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز بمعدل كل 3 أسابيع إلى نهاية أكتوبر. كانت هذه بعض كلمات فخرية خميس لطمأنة الجمهور عليها. جاء ذلك بعد أن عبرت عن حزنها وغضبها بسبب انتشار شائعة وفاتها، وقالت وردتني اتصالات عديدة للإطمئنان علي بعد الشائعة التي أثرت على أحبائي وأصدقائي وجمهوري، ولدي أبناء وأحفاد تؤلمهم مثل هذه الشائعات. وأشارت إلى أنها كانت في المستشفى لتتواجد مع ابنتها الكبرى أثناء ولادتها، لكنها تفاجأت برسائل تخبرها بوفاتها.